الإقبال الكبير كان السمة الغالبة على المشهد هنا. إنه ملتقى التوظيف بمحافظة المنيا الذي يشارك به ما يزيد على 50 شركة من مختلف المحافظات بواقع 12,000 فرصة عمل لمختلف الأعمار والمؤهلات. الملتقى يشمل 12,000 فرصة عمل بالقطاع الخاص على في جميع التخصصات وجميع المؤهلات، بداية من الطبيب البشري حتى العامل العادي. بيتميز الملتقى الأول لسنة 2019 في محافظة المنيا ان هو في فرص عمل داخل المحافظة، لان معروف محافظة المنيا دي محافظة طاردة للعمالة. فاحنا وفرنا في بعض المراكز فرص عمل حقيقية. انا شايف العدد اللي حضرتك شايفه ده 12,000 فرصة عمل في محافظة المنيا، اعتقد انها حاجة ايجابية جدا جدا. قد تكون الوظيفة مش هي كل طموح المتقدم او هي اكبر طموح، لكنها بالتأكيد هي بداية، ولما يبدأ ينزل سوق العمل وياخد خبرات عملية على الارض يقدر يترقى بعديها في مجال العمل المختلف من مكان لمكان وهكذا. قدمت في كذا شركة وشكل كويس جدا والمرتب مناسب جدا يا باشا. وحضرتك انا سعيد جدا ان الملتقى كان النهارده وانا لسه عارف امبارح والله. ده كان اول ما سمعت عن الاعلان اتقدمت فيه واخدت الوظيفه وقدمت الورق اللي مطلوب مني واداني الايصال ده، راح اقدم اشتغل فيه على طول، يعني اقدم في الشغل على طول واخش على طول. قادما من منزله قاصدا تحقيق حلمه في الحصول على وظيفه مناسبه من خلال ملتقى التوظيف بالمنيا، حسام الثلاثيني الذي تخرج منذ عام 2015 يتجول بين الشركات المختلفة هنا على أمل أن يجد ضالته بعد رحلة عمل متقطعة طوال الفترة الماضية. بدأت معرفتي هنا بالملتقى أني كان في إعلانات نازلة على عدة مواقع على الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي ملتقى الشباب، وأنه بيقدم وظائف كتير جدا للشباب، فأنا شفتها فرصة كويسة وفرصة مناسبة تمام أن الواحد برضو ممكن يجي، خاصة أن في شركات كتيرة وطلبة وظائف تشغيل كتير، فقلت فرصة كويسة، يعني حاجة كويسة انها جينا لغاية هنا، فقلت اروح كده اشوف واجرب. يعني ملتقى التوظيف بمحافظة المنيا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافظات بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب وحياة كريمة. احمد فرج، الحياة اليوم.